مرحبا، معكم صيدلانية منيرة القيس، خريجة صيدلة من سوريا. اجيت على تركيا وعدلنا شهادة الصيدلة في جامعة تركيا، وحاليا بشتغل بصيدلية أكثر من 6 سنين في صيدلية تركية. بالنسبة لدراسة الصيدلة هي عبارة عن 5 سنين، أول سنة بتكون عامة، تاني سنة بنفوت على اختصاصات الصيدلة اللي هي علم الأحياء، علم الأدوية، وفي المرحلة الثالثة والرابعة اللي هن نختص أكثر في معلومات مشتركة بين الطب البشري والصيدلة، بحيث ندرس المادة الدوائية من بداية دخولها للجسم، نهاية خروجها، شو بتعمل بجسم وأثرها على الجسم. أكيد بالنسبة لدراسة الصيدلة جدا حلوة وسلسة وما فيها صعوبة أبدا. بنصح أي شخص بحب مجال الطب إنه الصيدلة خيار حلو. دراسة الصيدلة دراسة كتير حلوة، بتعتمد أكتر هي مادة حفظية، أنك أنت لازم تحفظ المادة الدوائية، تحفظ شركات الأدوية الكتير كبيرة. دراسة الصيدلة ما لها معقدة أبداً على الأشخاص اللي بيحبوا هاي المهنة، هي مهنة جداً سلسة، التماس مباشر مع المرضى، بتتابع المريض ببداية مرضه للنهاية. أهم شغلة في هاي المراحل أنك تتابع المريض بشكل بمحبة وابتسامة، لأنه المريض بيكون بحاجة لك، بحاجة لنصائحك. نحن مهمة الصيدلة هي مهمة إعطاء النصيحة وإعطاء طريقة أخذ الدواء. نحن بعد الاستشارة الطبية بيجي هدفنا هو تنبيه المريض على أهمية أخذ الدواء بالطريقة الصحيحة لوصوله لمرحلة الشفاء التام. أحلى شيء بالصيدلة إنك لما بيصل المريض لمرحلة الشفاء وبيتشكرك على دعمك ومساندتك وإعطائه الإرشادات التامة. أحلى شيء شغل الصيدلية تماس مباشر مع المرضى، لهيك ممكن يكون مواقف أحياناً بتضحك وأحياناً بتزعل مع المريض على مرحلة معينة من مراحل مرضه. تفاعلك مع المريض هو أساس بناء الثقة بينك وبأي شخص، لما بيكون معك أنت تتابع من البداية للنهاية. من أحسن المواقف اللي صارت معي إني في مرة من المرات من العمل المتواصل وفي مرحلة من أيام رمضان، في مريضة بتسألني إنه بدي دواء كريم بيناسب نوع البشرة الحساسة. من شدة تعبي أنا جاوبتها وقلت لها هذا الكريم بيناسب كل أنواع الحشرات. طبعاً لتقبل المريضة لهذا الشيء هو بناء الثقة اللي بينك وبين المريض، لهيك بتقبل منك أي هفوة أنت بتكون فيها نتيجة لتعبك، أو بيعرفوا أنك أنت عطائك أكيد ما بوقف عن نقطة معينة، بيتقبلوا منك أحياناً الأخطاء هاي البسيطة. طبعاً كان موقف كتير حلو، ومن المواقف الحلوة كمان أنه في شخص جاب لي حبة دواء وقال لي بدي إياها. طبعاً أنت كصيدلاني مهمتك أنك تعرف داخل العلبة وخارجها، يعني برأي العالم أنت لازم تعرف تكون أي كان أي نوع الحبة لازم تعرف. مهنة الصيدلة مهنة حلوة ولكن متعبة جداً، يمكن من الخارج أنت لما بتشوف الصيدلية بتلاقيها مكان جداً هادي راقي ما في أي مشاكل، ولكن عن جد مهنة الصيدلة مهنة حساسة جداً. نقطة مهمة كتير هي إنه إحنا نسبة الخطأ عنا لازم تكون صفر، ما في مجال للخطأ. أنت بتكون الدواء اللي عم تعطيه هو رايح لطفل، لمسنين، لنساء حوامل، لهيك أنت نسبة الخطأ عندك صفر. لازم تكون جدا دقيق بمعلوماتك، أسئلتك لازم تكون دقيقة، وتعرف التاريخ المرضي لهذا المريض. أنت وقت متابعتك للمريض هو هون أنت بتكون الفكرة عن تاريخه المرضي وشو هو الأدوية اللي بتناسبه والأدوية الممنوع ياخدها. لازم تكون دقيق بمعلوماتك ودقيق بأجوبتك للمريض، والمتابعة هي أهم نقطة. مهنة الصيدلة ما لها مهنة فقط محصورة برفوف الأدوية، هي مهنة أكبر من هيك بكتير، هي مرحلة كتير مهمة لإلك وللمريض. أحلى شيء بتحسن تسمعه بالصيدلية شكرا على الدواء اللي عطتني، كتير استفدت منه، هاي أحلى كلمة ممكن تسمعها لأي شخص حابب يدخل فرع الصيدلة. فرع الصيدلة كتير واسع، مجالاته كتير حلوة. إذا أنتوا حابينه مو شرط بس توقف عن صيدلية، فيك تطلع كمان لأكبر الشركات الأدوية والضخمة، وإنك تكون مؤثر وصانع للدواء كمان. كلمة أخيرة، شكرا لكم، شكرا لخطوة إنجاز على الاستضافة الحلوة، بتمنى تستفادوا من معلومات البسيطة، قدرت تفيدكم ووصلكم فكرة بسيطة عن مهنة الصيدلة.